الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. قلبه ده ليا؟ ده ما مفتوحش حاجة مفتوحة أنا. طب ماما في نوتيلا ليك أنت وياسر. نوتيلا؟ اه. إيه نوتيلا دي؟ ده شوكولاتة قصدي. هو أنت في حد بياكل شوكولات بيفرهد بقه كده؟ حتى بياكل شكل بيعمل كده في بقه؟ ماما بس أخدت رقم صحابي. بجد؟ اه دي رؤية. خلاص عشان ما تبانش الأرقام. ماشي. بصي بقى يا ماما صورتي مع صحابي. بجد؟ عايزاكي تنزلي الفيديو ده اوكي؟ صورتي فيديو؟ انا وملك؟ ماشي. طب فادي مامتهم مش عايزاهم ان هم ينزلوا صورة على اليوتيوب، نعمل ايه؟ ودي فيديو. يا روحي. دي دي. طب خشي جوه، ادخلي جوه، ادخلي جوه. بصي يا ماما دي. طب ادخلي جوه. دي ملكة يا ماما، دي لينا. دي ملك. اهي. ايوه ايوه باينة على فكرة. يا تمام. اوكي. دي لينا ودي ملك ودي تمام. قصدي دي ملك ودي لينا. افتحي بس الشوكولاته دي عشان بنت انت طفله بيبي لسه. وانا اهو يا صحابي. يروح. ودي ملك. بتحطي ايديكي في وسط الكاميرا. تعالي بس هنا كملي لي. انا عايزه بقى ايه؟ وريني بقيه الصور. خدي شويه انا مش قادره. وريني بقيه الصور. هاتي الشنطه. دي سواء انا وملك. كل دي سواء انا وملك. ده الفيديو دي صورة. بس كده. هو ده اللي عايز تاخد التليفون يا مامي عشان اتفرج على اتصور مع اصحابي. أيوة. يا مامي عايز اخد التليفون عشان اتصور مع اصحابي. أيوة. اهو اخدت التليفون. هم كام صورة؟ ما صورتيش ليه فيديوز كتير وكده؟ معلش ما كانش في وقت. كانش في وقت يا روحي. مامي يا قلبي. ماما انا عايزة اخش شاور. اخد شاور. شاور؟ اسمه شاور؟ اسمه ايه؟ شاور. اسمه شاور؟ شاور. ماما عايزة اخد شاور. ماما عايزة اخد شاور. شاور استحمى ماما. ماما انا عايزة اخد شاور. وبعد كده مش شاور. بس المفروض اصلا ما تاخديش شاور دلوقتي لان بره ممكن يكون الجو هوا شويه. فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ ثواني بس اسمعيني للاخر. بابا اغسل بقي وانزل تحت. تغسلي وشك وبقك وايدك وتسرحي شعرك وتلبسي ترنج نظيف وتنزلي تلعبي في الجنينه تحت زي ما انت عايزه وتعملي كل. بكلم اصحابي عشان ببقى. تكلميهم دلوقتي؟ يعني احنا لحقنا. لا هنلعب شويه على كده اكلم. اه طيب خلاص اوكي. لا يعني مش قصدي يعني انت ممكن مثلا تطمني عليهم كل يومين. لما النتيجه تطلع مثلا تطمني عليه وما عملته ايه في الشهاده وكده. ايه ده انت مين؟ انت مين بجد؟ بجد انت مين؟ كان في رقم كمان بس مش عارفه راحوا فين. راحوا فين؟ اختفوا. لبسوا طاقيه لخفه. طب ليه ما خدتيش منهم ارقام تاني؟ يعني انت مثلا ليه كده؟ خلاص ده اخر يوم مفيش وقت يدوا الارقام. ايه اخر يوم؟ انت مش هتاخدي يعني وانت اصلا رايحه تركبي الباص لو قلت لهم هاتي كل واحده هاتي رقمكم هيدوكي الرقم. لا قصدي كان معايا ثلاثة مش عارفه اروح فين. واحده بتاع فريده مش عارفه الثانيه بتاع مين مش فاكره والثالثه بتاع اسيل. مش عارفه اروحوا فين. ضيعتيهم يعني؟ لا والله مش عارفه راحوا فين. حطيتهم في مكان اللي رجعت ما لقيتهمش. بس كده دلوقتي بقى يصحى بقى متحمسه قوي اللي هاخد شاور. تاخد شاور برضه؟ اخد شاور اوكي. قصدي اغسل بقي واسرح شعري والبس سرير. سرح شعري والبس سرير واخد شاور. مامي تعرفي اول مره صحابي وحشوني قوي كده. يا روحي عيطتي يا روحي. ما بقى شاور شعري وروحي. مامي عجبتك قوي. وعايزه كمان وكمان يا مامي بقى انا عايزه البس اللي هو ايه؟ تلبسي ايه؟ لايك ده. عايزه البسه. اشمعنى؟ سؤال بس. هتلبسي انك كنت تلعبي في الجنينه تحت تطلعي تتحط في الغساله؟ سؤال بسأل سؤال وتردي. ردي عليا. هلبس اللي هو فراولة وبعد ما اطلع اخد شاور والبسه. تمام. شاور. شاور برضه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت شايفه بيضحك اصلا؟ والله ما ادري شويه يقع في الاكل.
مش عارفه اجيبه عشان هو اصلا لسه خارج من الشاور. شاور. اوكي دلوقتي كنت عايزه اقول لك ايه؟ خشي خدي شاور. تاخدي شاور. والبسي ترينج. سرحي شعري. انا عارفه مش شاور. مش هتاخدي شاور طبعا. شاور ده لما تطلعي تنامي بالليل. بس بصي بقى بشرط. اول انت هتنزلي تلعبوا براحتكم اول ما اقول لكم يلا فوق. يبقى يلا لا. فوق. اسمعي. اسمعي. انت قلتي تقولي. حد يقول لامه اسمعي. معلش ينفع تسمعي؟ اه يا قلبي. لا مش كده من فضلك يا مامي بليز. من فضلك يا قلبي. من فضلك يا عمري. من فضلك يا حياتي. من فضلك. انا بعمل كل حاجه خلاص؟ اه قولي بقى. مش صح يا بابا. انت قلتي لي امبارح اللي انت يعني ايه هتلعبيه تحت لحد بكره؟ يا روحي بقول لك العبي زي ما انت عايزه بس اول ما قولي يلا ميعاد نوم يبقى يلا ميعاد نوم على طول. اوكي؟ يلا بينا يلا خش عشان تغيري وتغسلي وشك وايدك ورجلك. ما حسبتش اول تاني. استاذ يا غزل انت فين؟ تعالي بتعملي ايه؟ يا روح قلبه تعال اللي انت عامله شعرك ده يا روح تعالي هنا تعالي هنا كمان 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 برضو ينفع بنوته اموره كده تقف من غير الشبشب بتاعها وريني شعرك رجعي له ورا يا بابا رجعي له ورا يا بابا تعالى يا وريني يا ماما تعالى يا زوزو اطلعي عشان تذاكري مفيش مذاكره ايه ده عشان احنا خلصنا مدارس الحمد لله الحمد لله باي يلا مبروك استني بنت هنا بنت الاكل تحت تعالي هنا بس انا عايزه اقول لك على حاجه هو ما فيش مثلا يا مامي يا قلبي يا روحي يا عمري يا حياتي شكرا ليكي شكرا ليكي تعالي يا بنت بلطجيه انت يا اخوكي ارجعوا زي ما كنتوا ارجعوا تاني انا زعلانه منكم على فكره ليه عشان انتوا مفيش شكرا يا مامي ربنا يخليكي لينا يا مامي ربنا يخليكي روح لينا يا روحي ربنا يخليكي لينا يا قلبنا يا عمرنا يا حياتنا مفيش الكلام ده ها انت بنتي هو ما تقولوا ربنا يخليكي لينا ماما ايه ده بقى تعالي ايه يا ماما خديوي قول لي كلام حلو ربنا يخليكي لي يا حبيبتي ماما انت عملتي كده دلوقتي قولي لي كلام حلو مامي قولي لي بتاع وربنا تطلع الاولى دي ايه ربنا اللي احنا صورناه ارفع راسي لفوق وحياة اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق لا قولي من الاول خالص بص انا عايزك ترفع راسي لفوق ان شاء الله يا ابويا وحياة اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق ربنا يقدرني يا ابويا وحياة اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق راجل ما نرفعها نرفع يا ابويا نعم يا ماما بس عليك تعالي تعالي هاتي فسيخ فسيخ انا عامله لكم اكله شويه كده هسخن لكم الاكل وانزل لكم ده اوكي يلا باي باي اوكي يلا باي باي